السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في القناة ديال يونس وأشواق. اليوم أخوتي جيتكم فيديو جديد، إن شاء الله غادي ندير مقلب في أشواق، نحاول ما أمكن باش نعصبها. راني خرجت دابا الزنقة، نتوما تتشوفوا هاز البيكالة، راني ماشي نتسخر نجيب شي خبز، وبقيت فرصة نيت باش ندير المقلب. طاحت لي واحد فكرة يعني نديرها قبل الفطور إن شاء الله، ان شاء الله نتمنى ما تعيقش بيا، حيت كنفطر انا وياه ديما في الكوزينه، وغادي نحاول ما امكن باش نخبع التليفون ما تشوفوش ونصور داكشي وتشوفوا المقلب ان شاء الله، باش نرد له الدقه اللي كانت دارت لي مقلب قبل. الناس اللي كيعرفوا القناه ديالي راه يكونوا تفرجوا في داك المقلب اللي كانت دارت فيا، وان شاء الله نتمنى يعجبكم الفيديو وما تمشيو فين، وما تنساوناش غير بالتشجيعات ديالكم ان شاء الله باش توصلوا القناه ديالنا. والناس اللي جداد اول مره كيشوفوا القناه يدخلوا يديروا اشتراك ويفعلوا الجرس باش يوصل لهم كل جديد، وان شاء الله ما تمشيو فين، ان شاء الله يعجبكم الفيديو ما تمشيو فين، خليكم معنا. اشواق اش كدير؟ الحريره واش من الحريره اشواق؟ واش نلقاي فشي حريره دابا؟ الحريره بغيتي ديما تدير نفس الشيء، الحريره ما طلعتلكش فراسك. وانا كتعجبني الحريره في الفطور، يعني نسولتك واش واخا نفس الشيء اللي درتي لنا؟ شنو الحريره ملاوي؟ الحريره ملاوي؟ الحريره راه طلع عليها الشيء، راه بغينا الشهيوه تاع اشواق. ياك الملاوي انت والله عليك، والله عليك اشواق، وانت ديما تديري لنا. دابا واش كتهضر منيتك ولا كتضحك معايا؟ كنهضر منيتي، وشنو راه تنهضر معاك اعبيبتي؟ راه بغينا الشهيوات، بغينا شي حاجه معمره بالكفته، بغينا شي طاجين، بغيت انا شي بيتزا، وانتي ديما كدير نفس الشيء، كدير لنا الحريره والملاوي وهاد البريوات هادو. شنو هاد؟ واش هادي ديال المطيشه؟ شنو هادشي؟ ما عندكش داكشي اللي طيب لا ما تسمقني. طيب كنت كنطيب سنايا، انا هاديك اشواق درنا شي حاجه باش شي نهار نحسو كناكلو براسنا. شنو؟ ما عمرني ما سمعتش شي واش ديرو مره في العام؟ بغيت نهضر مرة في اليوم. شنو راه ديك الساعة اللي درتيهم ديك المرة درتي لنا ديك ديال ديك البرا اللي معمرة بالدجاج؟ حتى قلتي لي تشهيتي نتايا بملوي، بغيتي الملوي. ايوا شحال هادي ما كلينا؟ شنو؟ ايوا انا دابا درت لك الملوي ما عجبكش. واش هذا ملوي اشوا؟ وملو. ايوا ديري ملوي، ديري لنا مع شي شيو بالكفتة، راه جبناك اللحم، جبناك الدجاج. ديري لنا كفتة، عمري لنا شي حاجة نحسو ناكلو راه فينا. راك عارفه رمضان كيبغي خصك تاكل. ملوي ها شو كيدير الملوي؟ تبقاش تلوحو خلاص. هذا درتيه البارح صافي تسالا وقتو. تصبرنيش الله يرحمك لوالديك، ما عجبكش الملوي؟ ما عجبني ماشي ما عجبنيش، هو ديما الملوي اشوا. بغينا دا شي حاجه اخرى. والواحد شهيت فريد درتيه لنا ودرتيه البارح. اش دابا كتهضر من نيت كيونس؟ هذا بصحاب ما كنكذب عليها. دابا هادشي الناس ما لقاو ما يهمش. اشواق راه بغينا شي حاجه وبغينا شي شهيوه، ما كنديش انا، كل واحد وشنو عنده في دارو. ما تهضرش معايا بعيد مني. وانا غير تنهضر معاك اشواق. شنو؟ لا 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 لا. وديت شي نهار شي شهيوه نفرحوا بها. صافي صافي انا ما كندير. واش هادشي كامل ما عجبكش اشواق؟ شنو؟ شوف شحال ديال الدجاج عباد الله وما دير. عمرك ما عندي ماشي شهيوه صغيره، انا نعاونك. دابا انا ما عمرك شي شهيوه. دابا مالك نسيت. ما تهضرش معايا عافاك. وا كديري لها شهيوات ولكن ماشي ما عرفتش شحال هادي ما درتيها ليا. بغينا نشتي شهيوات اشوا خا من ولدي الباحة تكرملات. تدي لنا الحريرة ما عندي، طلعت لي فراسي. دابا مال مال دابا غير ما تهدرت معايا لا رحم الوالدين. ودابا انا غير تنقولك شنو تشهيت. اشوا واش بقى فيك الحال حيت غوتها قلت لك هكا؟ واش هادي؟ ماشي تنغوتها اشوا، راه غير كنت كنقول لك
كنقولك شهي واش بغيتهم انا تشهي شوم وصافي ياك درت لك داك المره معمر ملوي معمر درنا بيتزا شحال مره درنا من حاجه انت دابا اللي قلتي لي تشهيتي ملوي ايوا درنا البارح البارح اللي تشهيتو درتي لي هو بقى اللوحو ايوا ديك تزيدي لنا معاه شي شهي وشنو اصلا انت ما كتاكلش بزاف شنو جاك دابا ايوا انا بغيت شهي الشعاجه راك عارفه بلا هوات نهضروا بشويه انا ما تخولش عليك انا تنشرح لك شنو بغينا صافي 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 ما تهضرش انا قلت لك معايا ما نهضر معاك بعيد مني ودابا انا الا طلبت لك شي حاجه تقولي لي ما نهضرش معاك ماشي هكاك الناس كيطلبوا ماشي هكاك ايوا شنو كيفاش بغيتي نطلب لك راه قبيله قلت لك علاش كديري لنا هادشي دائما دائما ما كنديروش دائما ايوا شنو تديري حرير اتي راه طلعنا هادشي في الراس وهاد البرا وتطلع لنا ماشي دائما ايوا شنو هادشي قولي شي حاجه جديده هنايا هادي اللي بانت لي جديده جبتها لهاد النهار هي هادي الكرموز وحنا هادي ما بغيناش ديما هادي ديما دي بغينا حنا شي شي حاجه شيوا صبر راسي كيضرب ودابا انا ما تغوتش عليك انا غير تنقول لك شنو كاين ماشي كامل ما كتغوتش ما عرفتش كي داير الغوات عندك او كان كنت كنغوت راه غنقلب الدنيا انا ما تنغوتش انا غير تنهضر هذا كادر سي انا ملي تنهضر انا معاك هكا كتسمع بحال الهضره بحال الغوات ماشي هكا ما عرفتش مالك هاد النهار اه ما مالي والو انا عادي كيف ما كتشوفيني كيف ما كتعرفيني انا راه ما غوتش عليك انا شنو قلت لك بغيت شي شهيوات وصافي شي حاجه معمره بغيت انا كفته ما عرفتش شي طاجين عمرين هذاك الطاجين غير واحد محطوط تما عمرين عاد درناه البارح و درنا البارح ديال اللحمه انا ما بغيتش ندير البارح و انت قلتي ما كنديرو لكم نفس الحاجه كل نهار كل نهار كنديرو لكم الطاجين ماشي بحال بحال هادو اللي كديري دائما الطاجين كيجي بحال هاوته الا بالله العلي العظيم الملبن ملي دخل رمضان اول مره درتو حيت انت تشهيتي ما عرفتش شنو جاك ما تقوليش اول مره اسمو شنو الملبن فوقاش درتو ياك داك المره درتو معمر درتي معمر ديك المرة اللي درتي معمر دابا هذا درتي البارح واليوم الحريرة شنو الحريرة اليومية طلعت ندير نص صبة درت لك لها الصبة اللي تيكون فيها الدجاج بغينا شي حاجة نشاو ناكلو فيها راه رمضان تنبغي ناكل واخا هاكا واخا ما تنبغيش ناكل بزاف راه تنتشاو راك عارفة دينا حنا نمشي شي حاجة ناكلو شنو الخربيق هذا ودابا عاد وليتي تتنرفيني في الضيق بزاف دابا الا درت معاك دكا كتبقى يطلع لك الدم ما تهضرش ما تقول لي ما تهضرش معاه صافي صافي اشواق 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 اجاج والله العظيم الا غير الكاميرا واحد قرب اجاج صافي صافي ما تقلقش اجاج اجي 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 والله العظيم غير الكاميرا اجي شوف انا مخبي افين مخبي انت تهضرش معايا هي راه درت لها عليها هذا شوف صافي صافي ما تقلقيش تهضرش معايا صافي انا غير تنضحك معاك راني عارف انت ديما تديري لي شي وجه راني عارف هذا كلشي جديد والله العظيم اجي اجي اسمع لا لا حشو اصلا انا ما دايراش الدره كي غدير تحطو اه ماشي مشكل عاد صافي عاد درت لك مقلبه انا نغطي وجهك ما يبانش خوتي الدريه تقلقات تاع الصباح راني عارف حبيبتي راه تديري لي شي واش كلشي صافي دابا اصلا هادشي كله جديد هذا البارح طلبتو منك درتو لي اي حاجه كنطلبها دابا حبس الكاميرا صافي واقع حبس مقلقة صافي غير حبسها صافي سمحي صافي حبس الكاميرا يا يونس نيرفي تاع الخوت معنا من جديد من بعد ما درت لها المقلب الاشواق تفكرت داك المقلب اللي كان دارتو لي شحال هادي تكون تفرجتو له وبغيت نردها وجات مناسبه انني ندير فيها مقلب وما كانش عارفه قلت لها مقلب خطير حتى بكيتها مسكينه وبقات فيا صراحه ما شكيتش فيها المهم حنا دابا يلا فطرنا المغرب كاين داكشي اللي قسم الله يعيرنا عليه هذا السيد هذا خصني فيه وما نويتش علاش انا في الاول كنقول له حسبني غير كيتفلى ولكن ما نويتش يكون داير لي مقلب ولا غير صوره شي حاجه لحقاش يعني ما
ما كنتش دايره الفولار ديالي، ما ضمنتش انا غير صور يعني ما يمكنش يحطني في القناه هكاك. فهو طاحت له الفكره في راسه باش انا باش انا الناس ما نشكش غادي يغطيني باش ما نبانش، يعني تسمع غير الصوت ويبان هو وفقسني مزيان. هادشي اللي بغيت تنعس الصباح مزيان وباش تقلق مزيان، حيت ديك المره كان زرتها بيا واليوم رديتها بالصرف. وتشوفوا دابا تشوفوا شنو بغيت نقول لكم اخوتي. صراحه اشواق اي حاجه كنطلبها لها باش ما يمتمشيوش غلط. اشواق اي حاجه طلبتها لها كديروا لي، كدير لي الشهوات واخا ما نقولهاش، واخا ما نقولهاش، واخا ما نقولهاش راه شبعتني. بالعكس انا كنقول لها صافي غير حبسي بارك مشي واسح. قلت لها تبقى ديري لي غير الحريره واساي بارك، هذاك الشيء كافينا. ولكن الحمد لله راه تدير لي بزاف باش ما يمشيوش الناس كاينين اللي كيمشي غلط كيسحب له غيره. راه هو اصلا نسيت من الاولى حقاش انا اصلا تشهيت، انا كان نسيت تشهيت. اش بعد هي كيقول لك طلعها حيد الكرموس نزلت طلعت تاكل الكرموس نزلت تكون تهيتو بغا الملوي مع شنو سميتو مع الزيت مع الزيت ولا ديك الزبده. وانا الله صوبت له الملوي ملي دخل لاخر وفي الاخر كيقول لك طيبتيني من الملوي كل نهار. او اش قول له نهار كانت كدير لي شي بغا يدبز معايا وصافي غير كيقلب على الزبده. هاد النهار يوميا كدير لي كل يعني كل يوم كدير لي شي، ولكن هاد النهار بغيت نشد فيها ندير اي حاجه باش نعصبها. ولقيت سبه وبغيت نشد فيها مزيان وشديت فيها الصراحة حتى ولات نيرفيا وبكات. المهم ما تنساوش اخوتي ديروا لنا سبسكرايب لي يلاه خير. شنو ندير فيه المرة الجاية؟ اللي عنده شي اقتراح حطوه لنا لتحت. ماشي لتحت ما خاصكش تشوفو صافي. المهم فين يبغاو يديروا كاع يدخلوا عندك الخاص سميتو سميت الفيسبوك ديالك اشواق يونس. اشواق يونس بالعربيه وانا سميتي يونس اوطايت في الفيسبوك. ودخلوا للباج ديالنا سميتها كوبل صفرو يونس واشواق. نتمنى يعجبكم الفيلم ديالنا الفيديو بحال بحال راه فيلم الفيديو ديالنا كاميرا خفيه هاد كاميرا كاشي. وما تنساوش تدعمونا اخوتي راه حنا محتاجين لكم. بس الحلقه الجايه ان شاء الله. تحياتي.